مشروعات حصاد المياه بوحدة تنفيذ السدود تلامس مكامن الحاجة على امتداد هذا الوطن العريض، وها هنا تتكامل مشروعات التنمية بخدماتها المختلفة من صحة تعليمية وطرق ومياه شرب، والمياه تجيء على رأس هذه الخدمات. عفير فجرون يتنفذ السنة دي وبسعة تصميمية 70,000 متر مكعب. إن شاء الله نحن رايدين الخريف، كما قال المواطنين هم مستنين الخريف بفارغ الصبر. إن شاء الله الحفير يتملي والناس يقدروا يستفيدوا منه إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله. وها هنا سانحة أخرى وإنجاز جديد لمشروعات حصاد المياه بولاية شرق دارفور، حيث اكتمل تشييد حفير بركة بمحلية الضعين ليصبح دالا على الخير والبركة وعطاء ممدودا وموصولا لآلاف الأنفس هنا. الحفير ده والله من حفره ما عندنا بر منه، ما عندنا أي شيء. الحفير هذا الحمد لله حفروه وسلموا لنا، نقول الحمد لله رب العالمين. نقف له عشر وواقفين له عشر، يعني هسه ما عندنا لو مفر بتبط لانه نهار خفران واقفين فوق، والله يجيب الخريف. بركه هي كليه تضم 5 مجالس شعبيه ونسبه السكان يعني زي 70,000 نسمه، كلهم يتجمعوا حول هذا المنطقه. السبب الرئيسي في المنطقه هي شح المياه وخدمات اساسيه في المنطقه ده، من مياه، من صحه، من تعليم، الكل المنطقه ده تدعنا. لكن المعاناه الاكثر هو المياه، لذلك المواطن يحب ان يستغر الا بالمياه. واكتمال الحفير يعني ضمن ما يعني انتهاء معاناه الناس في الحصول على ماء الشرب العذبه، فالحمد لله من قبل ومن بعد.